ارتفعت كميات التخزين في السدود من المياه لتصل إلى 105 ملايين متر مكعب، وبحسب وزارة المياه والري بلغت نسبة امتلاء السدود 38% من إجمالي سعتها التخزينية. تنضم إلينا الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار المحاسني. أهلا بك معنا سيدة منار ومساء الخير وأهلا بك في بعد الخبر. أبدأ معك من إذا ما كان هناك أي تعديل على الأرقام المتعلقة بالمياه والأمطار التي دخلت إلى السدود. مساء الخير ست أريج ومساء الخير لجميع مشاهدين قناة المملكة. طبعا الكميات التي ذكرتيها هي كانت مخزون السدود لغاية اليوم الساعة 7 صباحا. طبعا مع استمرار الهطول المطري واستمرار الجريان السطحي للأودي والسيول باتجاه السدود الرئيسي في المملكة، التقرير لغاية الساعة 5 مساء مخزون السدود الحالي بنحكي عن 109 مليون متر مكعب، وهي بتشكل نسبة 39% من المخزون الكلي البالغ 280 مليون متر مكعب. طيب هل هناك خطة لإنشاء سدود معينة تحديدا؟ بأنه كان هناك حديث سابق بأنه السدود وكمية التخزين في هذه السدود الموجودة في المملكة يعني لا يمكن لربما أن تعيل المملكة من حصتها وحاجتها المائية. هلا ستي، احنا السدود تعتمد على الهطول المطري. في سدين تم تشغيلهم بنهاية العام 2022، سد ابن حماد في لواء الاغوار الجنوبيه تحديدا في منطقه غور الحديثه، وسد الفيدان في قضاء وادي عربه في منطقه اسمها منطقه جريجرا. هلا حاليا يتم اجراء دراسه على جميع الاوديه الشماليه والاوديه الجنوبيه في مناطق وادي الاردن، وهذه الدراسه تشير انه الاوديه الشماليه جميعها مستغله اما بانشاء السدود عليها أو مستغلة من قبل سلطة وادي الأردن وسلطة المياه والمواطنين القاطنين بالقرب من مجرى هذه الأودية. بالنسبة للسدود للأودية الجنوبية أيضا في السدود المقامة مستغلة هذه الأودية، ودراسات الأولية بتشير لجدوى من إنشاء سد على وادي الحسا في منطقة الطفيلة ووادي السدر في منطقة وادي موسى. باقي الأودية الموجودة في الجنوب مستغلة بالكامل من خلال سلطة وادي الأردن إما بإنشاء سدود أو من خلال إنشاء برك تجميعية وبرك ترسيبية واستغلالها لأغراض مختلفة. هلا بحب أشير إنه في مواقع سدود تم اقتراحها ودراساتها جاهزة، ونبحث الآن عن تمويل لتنفيذ هذه السدود مثل سد عسال موجود في منطقة الأغوار الجنوبية وسد مدين في محافظة الكرك. طيب ماذا عن الخطط المتعلقة بالأبار الجوفية والحفر الترابية؟ هلا بالنسبة للسدود الصحراوية والحفر الترابية، طبعا سلطة وادي الأردن عملت على تنفيذ تقريبا 489 موقع حصاد مائي في مختلف مناطق المملكة. الهدف من مشاريع الحصاد المائي الشحن الجوفي بدرجة أولى ودرء الفيضانات عن التجمعات السكانية وإعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، يعني في مواقع بتستفيد منها أهالي المنطقة للراعي المواشي وللزراعات المختلفة. فخططنا الآن في عندنا خطة خلال السنوات القادمة تنفيذ تقريبا 57 موقع. طبعا المواقع الحالية سعتها التخزينية الكلية 127 مليون، وبحب أشير هون إنه احنا بنشتغل مع وزارة الزراعة من خلال مذكرة تفاهم، يعني هذه المواقع يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومن خلال سلاح الهندسة الملكي على المواقع اللي بتيجي في مناطق حدودية، وأكيد من خلال القطاع الخاص والمنظمات المختلفة. نعم، جهود مباركة، وأشكر وجودك معنا الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار المحاسني، شكرا جزيلا لك.